بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اجعلنا حقا مسلمين مؤمنين محسنين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. الآن إن شاء الله تعالى سنقارب بكل بركات الإله بعض آيات من سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، وشوفوا بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره الرحمن. أمره بقيام الصلاة وأعطاه أنا حدود زمنية لكل صلاة، وجعله خاصة له نافلة لك، une prière surérogatoire بالفرنسية. وعلمه كيفاش يطلب ربي، كيفاش يوفر له كل أسباب النجاح حين يدخل في شأن ما، وكيف يخرج من أي أتعاب بسلام وبكرامة محفوظة. تعالوا إلى الآية 78 من هذه السورة الكريمة. أقم، الآية اللي قبلها الصعب، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني إنسان اللي طامع باش يغير شيء في حياته راك غلط. أولا لا تشاء وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وثم السنن سون دي ريجل فوندامونتال في القضاء والقدر، لو سور دي زومان دو توت شوز كريي بار ديو يا با ان اوتر كرياتور. دونك توت شوز ا بار ديو سيت اون كرياتور. توت كرياتور دوا اتر دوميني بار لي ريجل ديسيدي بار الله. سنة من وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. هذه 76. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام ولا تجد لسنتنا تحويلا. فيها أخرى لا تحويل ولا تبديل. ولهذا اللي يحب يرد الناس كيف إنسان جاهل وفاشل ولا يستطيع أن يقدم حتى خطوة ضد القانون الإلهي. وماذا أمن الفلاسفة كلاب ومن ذكور وإناث من أشباه رجال وأشباه نساء، يقول الله ظالم. يعني ما قيت باش تشغيلك في ربي فماش حاجة أخرى، ما عندك حتى موضوع آخر يشغلك في ميدانك الفلسفي، اكتفي بأسئلة لا تؤذيك وقد ما ترفع من شأنك عند الله، وبرفع الشأن وراء رفع الشأن تدخل في رحمة الرحمن بقوة. علاش تمر في روحك وتمر في روحك تقول ربي غير عاد آية؟ نقبل جدلا أن الناس كل كيف كسنا المشتكى في القضاء، أما كيف في الرزق، كيف في الكفاءات، كيف في الأعمار، كيف في الوجوه، كيف في الحركة. يعني هذه لو تتصور برك ممكن تجيك سكتة قلبية، لأن يعني غياب التنوع مصيبة. تصور الحرارة تبقى هي ما تتغيرش، ماذا ستكون أحوالنا عبر الأيام والليالي والفصول والسنوات هذا مثلا. والناس كل إذا كان كلهم في رقيق كذا كره ربنا يجعل الكافرين من قصور وسقف تلك القصور من أحجار كريمة ولا مجر. وقت تمول الكفر يزيد يا عم، قال لك هذوما كفار نعطيهم، لكن رحمة بنا ما خلاش الكفار يوصلوا لهذا عموما حتى لا يفتنون حالهم، لا تفتنون حالهم. نولي بضعفنا البشري نقولوا وانا ما باش ناخذ الشيء هذا ويروق لي، خاصة الأنثى هي تقع في
في الفخ هذا. هيا برا، لا تكفر بربي ما تحياش، لا خير فيك ولا في من ما ربكش، يا قليل الحياة ويا قليل الأحياء. تكفر بالله، تقول انت مش لازم تكفروا بالكافرين بطبيعتكم، ومرت عليكم قرون وأباتكم وأجدادكم في الكفر وفي الأعمى والصماء، ولا تفقهون شيئا من حقيقة وجودكم ولا حقيقة هذا الكون الفسيح. ولكل ما الآن بآيات الرب الكريم، زايد ما تزيد تحدثوا، المسألة واضحة، لكن حبينا لعلك نحركوا شوية من مساكنا وبلودة عند أغلب الناس اللي يدعون الإسلام. نقول الصهاينة مكشوفين الحال، والكلاب الكنائس كذلك أتباع ما لهم إلى أتباع، وشغالة أذلاء عند الصهاينة، خاصة للمال، وخاصة أصلهم واحد، أصلهم يهودي. وبعد يحلوا فمه ويقولوا سيدنا عيسى عليه السلام يهودي، منين ليه يعني؟ يا أخي هو الحكاية في تقييم الأنبياء عليهم السلام، تدخل يهودية وتدخل نصرانية، لا، تقييم الأنبياء ربي وحده خاص به، وهو حصريا أمر يرجع إلى الله وحده. يحب يكون النبي عربي قح كما نبينا عليه السلام، ويحب يكون من بني إسرائيل، وماذا منهم جاءوا، ولكن بني إسرائيل أنا رفضوهم وحاربوهم، فما منهم من قتلوه. اشتروا بالضبط اللي ما فما شيء تفرح به في دنياك وأخراك غير الإسلام. لا تقول لي مال، ولا تقول لي سلطان، ولا تقول لي صولجان، ولا تقول لي حتى شيء، ولا جنس، راهو يهدك الجنس. ان جور لوتر تو سيرا مي اون بان سيكسويال ديفينيتيف. هذا اللي لازم نقولوا لك اطباء قرانيين، نسال الله السلامه في كل حين.